خبيرة التجميل نور كنعان، رح كون معكم اليوم لحتى نحكي عن خلطات زيوت طبيعية لمعالجة الشعر. الزيوت الطبيعية عرفت من آلاف السنين بقدرتها على علاج الشعر والبشرة، واليوم بتدخل بالعديد من مستحضرات التجميل وأهمها مستحضرات العناية بالشعر. اليوم رح يكون معنا خلطة زيوت طبيعية نقدر نحن حتى نحضرها بالبيت. هيدي الخلطة فيها عدة أنواع زيوت، أهمها زيت الزيتون اللي معروف بقدرته على إعطاء الفيتامينز المطلوبة للشعر، ترطيب الشعر وتخفيف من القشرة. كمان رح يكون في بقلبها زيت جوز الهند اللي معروف طبعاً بقدرته على احتفاظ الشعر برطوبة، كمان زيت الأرغان وكمان زيت اللوز. عنا نحن صبية هون بتعاني من جفاف بشعرها وتقصف، وطبعاً لأنه عطول بتعمل علاجات كيميائية وعطول بتعمل تلوين لشعرها، فهي بحاجة لأنه تغذي شعرها. أول شيء الشعر لازم ما يكون ناشف، يعني بدنا نبلله شوي، نحط شوية مي لحتى الزيت يقدر يفوت على قلب الشعرة ويغذيها ويستفيد الشعر من كل الترطيب اللي موجود بالزيوت. يفضل انه الزيت شوي يكون دافي، فينا نحطه بقنينة صغيرة ونحطه تحت المي السخنة شي دقيقتين حتى يطفى قبل ما نحطه على الشعر. أول شيء منبلش نحط الزيت على الشعر من فوق، أهم شيء فروة الرأس اللي هي تاخد الزيت، يعني مش ضروري نغرق الشعر كله بالزيت. من بعد ما نحط الزيت بنعمل مساج كتير منيح للرأس حتى الزيت يقدر يفوت على المسامات ويعطينا كل النتائج اللي نحنا بدنا إياها منه. هلأ بعد ما نخلص بدنا نحط غطاء بلاستيك على الشعر ونرجع نلفه بمنشفة سخنة ومنخليه لمدة ساعة تقريباً، وبعدين بنرجع منحممه بالشامبو. كمان بدي أقولكم إنه الزيت فينا نحطه لحاله، يعني فينا نحط قنينة صغيرة وقتا نتحمم نخلطه شوي مع البلسم على شعرنا ونحمم شعرنا، كمان بيعطي نتائج كتير حلوة. الشعر من بعد ما خلصنا حمام الزيت وغسلناه ونشفناه دغري منشوف لمعة فورية عليه ودغري منحس انه انتعش وترطب وخف التقصف فيه.